اللي قال لي مجموعة الأعداد غير النسبية، مين هي الأعداد الغير النسبية دي؟ الجذر التربيعي الغير مربعا كاملا والجذر التكعيبي الغير مكعبا كاملا. بس دول صورتين، في كمان حاجتين. لو جذر التكعيبي يتجمع مع عدد نسبي تمام، في حاجة كمان. لسه فيه؟ مش فاكرة والله. آخر واحدة حد يعرف شباب آخر حاجة كانت ايه؟ بصراحة دي أول حصة ليا لسه داخل. آخر حاجة كانت موجودة عندنا طه. طه دي اللي هي ايه؟ اللي هي مظاهر القيمة طبيعية. المثلثية اللي هي 22 على 7، وقلنا ان القيمة المثلثية 22 على 7 دي بالرغم من ان اقدر اعبر عنها في صورة بسطة على مقام، الا ان 22 على 7 دي ما هي الا قيمة تقريبية، حاجة قريبة من قيمة طه، لأن أنت لما تيجي بتحسب طه أو باي على الآلة الحاسبة تشوف القيمة بتاعتها هتلاقي 3 0 14 من 100، وبعد كده جنبها أرقام كتير جدا، فدي عبارة عن قيمة تقريبية. تمام يا شباب، النهاردة بإذن الله بنتكلم عن مجموعة الأعداد الحقيقية. مجموعة الأعداد الإيه؟ الحقيقية. اتكلمنا عن مجموعات الأعداد الحصة اللي فاتت وقسمناهم بداية من مجموعة أعداد العد، وقلت إن أنا عندي مجموعة أعداد العد، وبعد كده مجموعة الأعداد الطبيعية، وبعد كده مجموعة الأعداد الصحيحة، وبعد الأعداد الصحيحة اتكلمنا عن الأعداد النسبية وقلنا إن هو أي عدد أقدر أعبر عنه في صورة بسطة على مقام، وبعد كده اتكلمنا عن الأعداد غير النسبية اللي هي جميع الأعداد التي لا يمكن التعبير عنها في صورة بسطة على مقام، زي ما زميلتنا قالت دلوقتي الجذور التربيعية لأي عدد ليس مربع كامل. العدد المربع الكامل اللي بيكون له جذر تربيعي صحيح، زي الأربعة جذرها التربيعي 2، زي التسعة جذرها التربيعي 3، زي الستاشر جذرها التربيعي 4، وهكذا. والجذر التكعيبي لأي عدد غير مكعب كامل، العدد المكعب الكامل اللي بيكون له جذر تكعيبي صحيح، زي الثمانية جذرها التكعيبي بيساوي 2، ال27 جذرها التكعيبي بيساوي 3، ال64 جذرها التكعيبي بيساوي كام؟ 4، وهكذا. تمام يا شباب؟ طيب، وقلنا الحصة اللي فاتت إن مجموعة الأعداد النسبية ومجموعة الأعداد غير النسبية عبارة عن مجموعتان كثرتين متخالفتان. عبارة عن مجموعتان إيه؟ متخالفتان. يعني إيه؟ يعني التقاطع ما بينهم هما الاثنين بيساوي فاي. لا يمكن أن يوجد عدد ينتمي إلى مجموعة الأعداد النسبية والأعداد غير النسبية. ما ينفعش. ما ينفعش إن أنا ألاقي عدد عندي عدد نسبي وفي نفس الوقت غير نسبي. طب ده التقاطع. طب الاتحاد ما بينهم، يعني انا لو جبت مجموعة الاعداد النسبية ضفتها عملت لها اتحاد مع مجموعة الاعداد غير النسبية، ايه اللي هيطلع عندي؟ هيطلع عندي مجموعة كبيرة جدا اسمها مجموعة الاعداد الايه؟ الحقيقية، اللي هي موضوع دراستنا النهاردة. يبقى لما نيجي نتكلم عن مجموعة الاعداد الحقيقية ونشوف التعريف بتاعها، هلاقي ان هو بيقول لي ايه؟ هي المجموعة الناتجة من اتحاد مجموعة الأعداد النسبية ومجموعة الأعداد غير النسبية، ويرمز لها بالرمز إيه؟ حاء. نرمز ليها بالرمز يا شباب، نرمز ليها بالرمز حاء. طيب، كلام جميل. بعد كده بيقول لي علاقة الترتيب. علاقة الإيه؟ الترتيب. هل الأعداد الحقيقية أعداد مرتبة؟ أيوة طبعا، الأعداد بتاعتي أعداد مرتبة، وعندي أعداد حقيقية موجبة، وعندي أعداد حقيقية إيه؟ حقيقية سالبة. الأعداد الحقيقية الموجبة يا شباب نقدر نعبر عنها بالرمز ده، حاء الموجبة. لو أنا عايز أعمل لها تعريف هقول إن هي عبارة عن مجموعة الأعداد سين، أي عدد سين، حيث السين ده عدد حقيقي والسين اكبر من الصفر، يعني اي عدد اكبر من الصفر، الكلام اللي هو القديم اللي احنا عارفينه، اي عدد اكبر من الصفر طبعا لازم أن يكون عدد ايه؟ عدد موجب، فاي عدد حقيقي اكبر من الصفر فهو عدد حقيقي ايه؟ موجب. وبالمثل برضو لو انا هتكلم عن الاعداد السالبه، فحاء السالبه عندنا يا شباب هي عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه الاعداد التي تنتمي الى مجموعه الاعداد الحقيقيه، والسين اللي هو العدد ده لازم أن يكون أقل من الصفر. شوية تعريفات نظرية كده اللي احنا كنا حابين نتكلم عنها. طيب، تعالوا ما
نشوف بقى علاقة الترتيب، ازاي ان انا اقدر ارتب مجموعة من الاعداد، وازاي ان انا ارتبهم سواء ترتيب تصاعدي او ترتيب تنازلي. هقول لحضرتك لما يجي لك مجموعة من الاعداد حقيقية، يعني ممكن جزء منها عدد نسبي وجزء تاني عدد غير نسبي، ومطلوب من حضرتك ان انت ترتبهم لي ترتيب تصاعدي او ترتيب تنازلي زي المثال اللي قدامي. المثال هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي رتب تصاعديا. تصاعدي يعني ايه يا شباب؟ من الصغير للكبير. للكبير، من يعني الصغير للكبير، الصغير جذر 75، جذر 68، سالب جذر 45، سالب 8، 7، سالب جذر 32. هلاقي ان انا عندي هنا يا شباب ايه؟ بعض الجذور اهي، والبعض الاخر عباره عن اعداد صحيحه. طب علشان اجيب علاقه ثابته واقدر من خلالها ارتب الاعداد، هقول لك حاجه بسيطه خالص، خليهم كلهم جذور. انت مش هتقدر تطلع الجذر، انا ما معيش اله حاسبه، مش هقدر اطلع جذر ال 75 مش هعرفه بكام، مش هقدر اعرف جذر ال 68 بكام. هقول لك بسيطه، انت تقدر تحط السالب 8 في صوره جذر؟ ايوه طبعا. المشكله هجيب التربيع بتاعه تحت الجذر، وتربيع التمانية كام؟ 16. لا يا حلو، 64 مش 16. أربعة. انا بقول لك تربيعه مش ضرب في اتنين. طب ثانية واحدة يا مستر، ده جذر ال 64 دي عبارة عن مين؟ موجب 8. طب انا عايز بالسالب، هل ينفع احط السالب جوه؟ اوعى، السالب بتاعك طالما جذر تربيعي يتحط فين؟ حط بره. برا. يبقى السالب 8 عبرنا عنها بسالب جذر 64. طب والسبعة برضو بنفس الطريقة أعبر عنها 49 هتبقى و40. جذر كام؟ جذر 49. 49 يبقى أنا كده خليت كل الأعداد اللي عندي أعداد إيه؟ في صورة جذور. أعداد عندي في صورة إيه؟ في صورة جذور. جزء. تمام يا شباب؟ طيب تعالوا بقى أما نشوف، طالما أنا هرتب ترتيب تصاعدي يبقى أنا هبدأ بالصغير. ايه الصغير، الموجب ولا السالب؟ السالب. تعال اما نشوف السوالب اللي عندنا، ادي سالب 45، ادي سالب 64، ادي سالب 32. اصغر حاجة كام؟ سالب 45، لا سالب أربعة 64، وستين سالب 64 64. اصغر حاجة، يبقى سالب جذر 64، أو ممكن نقول سالب 8. طيب واللي بعدها؟ سالب 45، جذر سالب 45، جذر 45 45، اللي بعدها؟ سالب سالب جذر 32. اللي بعدها؟ كده أنا خلصت، جاد 68 كده أنا خلصت السالب. ندخل على الموجب، عندي موجب. جذر 49، عندي جذر 75، عندي جذر 68، أصغر حاجة فيهم؟ 49 جذر ال 49. اللي بعده؟ جذر ايه؟ 68، اللي بعده؟ جذر 75. 77. 75 مش 57. يبقى بكل سهولة قدرت إن أنا أرتب مجموعة الأعداد الحقيقية اللي عندي يا شباب، هل فيها أي مشكلة؟ لا سهل يا مستر، نعم. انا احمد مستر لسه داخل حصه دلوقتي حالا تمام. ومش فاهم قوي يعني. براجع الريكورد، ولو في أي حاجة ابعتلي على الخاص. ماشي، ماشي بس ايه ما نضيعش في الوقت. طب تعالوا ما نشوف بقى ايه مثال زي ده كده، وركزوا يا شباب، مثال بسيط جدا. لما يجي هنا ويقول لي اكتب ثلاثة أعداد غير نسبية محصورة بين العددين 11 و12، يعني أنا عاوز أعداد موجودة ما بين العددين دول. أوعى حد يقول لي ما فيش حاجة ما بين ال 11 و12، أنا ما بكلمكش على أعداد صحيحة، أنا بتكلم على أعداد نشرة ونص غير نسبية. خد بالك العدد اللي انت قلته 12 ونص ده ما ينفعش اكتبه، حداشر ونص ما ينفعش. ليه؟ 11 أس 2 ليه يا شباب؟ سؤال، ليه؟ زي ما زميلنا قال 11 ونص، بالرغم من ان احنا عارفين ان فعلا ال 11 موجودة بين ال 11 وال 12، قلت له ما ينفعش. كان ده جذر، مش ده مش ده مش جذر، عشان ده مكتوب أعداد غير نسبية، عشان هو طالب المفروض مني يبقى أعداد جذر. غير نسبية، يبقى أنا لازما طالما غير نسبي اجري على مين؟ اجري على الجذر، اجري على صورة الجذر.
طب يا مستر، ما هو انا ما اعرفش الجذور اللي في النص. هقول لك شوف ال 11 دي تكافئ جذر مين، وشوف ال 12 دي تكافئ جذر مين. ال 11 عبارة عن جذر مين؟ ربع ال 11 على طول، 11 في 11 ب 121. 121. كلام جميل. طب و12 في 12 ب 144. 144. المجال عندي بقى واسع، اقدر ان انا احط مجموعة من الاعداد غير النسبية. الجذر 121 اقل من جذر 122، اقل من جذر 123، اقل من جذر 124، وهكذا لحد ما اوصل عند جذر كام؟ جذر 143. فاي مش يعني ثلاث لازم اكتبهم اعداد كلهم؟ موجودة في النص اقدر اعبر عنه. يعني انا مثلا اختار اي ثلاثة يعني اي بذوقي ثلاثة؟ مثلا واكتبهم. اي ثلاثة؟ انا عندي من اول 100 جذر 121، جذر 122، جذر 123، جذر 124، جذر طب انا 105. مثلا اكتب كلهم المفروض اكتبهم في الامتحان، يعني اكتب كل ده لحد ما اوصل ل 144. ايوه نفس سؤالي. سؤال ايه؟ سؤال ايه؟ السؤال هنا يعني ايه؟ اكتب اقل من 122 لحد 144 بالظبط. اكمل على طول. هل مش مطلوب مني ان اكتب الاعداد كلها؟ السؤال عندي هنا ايه؟ ثلاثة أعداد بس. اكتب ايه؟ ثلاثة. ثلاثة. مطلوب مني ثلاث اعداد، كتبتهم شكرا، السؤال اتحل. ماشي يا شباب؟ تمام. يبقى ثلاث اعداد، يبقى ماشي يا بناخد مستر. ايه؟ جذر 121. دي خلاص ما بنكتبهاش، بناخد من بعدها جذر 122، جذر 123، جذر 124، وهكذا. تمام؟ طيب تمام يا مستر. لو انا جيت هنا وقلت لكم ايه؟ اوجد او اكتب خمسة اعداد غير نسبية محصورة بين 1 و2، مين يقدر يجيب؟ أنا يا مستر اتفضل. واحد واثنين أعداد غير نسبية، هجيب جذر جميل. واحد ما فيش يا مستر. لا في، واحد لا والله في، لو انا طالما أنا انت السؤال يبقى موجود. ممكن أضرب انا جذر اسال؟ التربيع، اه أنا أضرب روحة ميتسو جذر التربيع. مين هيقول يا مستر؟ مستر ماشي. ممكن نقول جانا جذر احمد، التكعيب يعني. جانا احمد. ممكن نقول الجذر التكعيبي، فتبقى واحد في واحد بواحد تديها واحد، اتنين في اتنين باربعة، اربعة في اتنين تمانية، يبقى جذر الواحد، الجذر التكعيبي بتاع الواحد والجذر التكعيبي بتاع التمانية. يبقى انا عندي، انا بجيب الاعداد المحصوره ما بين الجذر التكعيبي للواحد والجذر الجذر التكعيبي التكعيبي للثمانيه، فاقدر احط ما بينهم مين؟ الجذر التكعيبي للاثنين الجذر التكعيبي والجذر الاثنين التكعيبي للثلاثه والجذر والثلاثة، التكعيبي للاربعه الجذر التكعيبي والجذر الأربعة، التكعيبي للخمسه الجذر التكعيبي الخمسة. والجذر التكعيبي للسته. 1 2 3 4 5. شكرا. يا مستر لو احنا مش لا شرط، عملنا جذر تقريبي، لان انا لو خدت الجذر التربيعي هيبقى عباره عن الجذر التربيعي للواحد والجذر التربيعي للاربعه. هل ما بين الواحد والاربعه تقدر تجيب لي 5 اعداد؟ لا لا. يعني حسب مثلا العدد يعني اللي هيطلع اعمل الجذر بتاعه. بالظبط بالظبط. لو نفتكر في السنه اللي فاتت يا شباب لما كنا بنتكلم عن الاعداد النسبيه كنت بجيب ايه؟ لما كان بيقول لي اوجد 3 اعداد نسبيه تقع ما بين مثلا الايه؟ الخمس وال2 على 5. لما يجي يقول لي اوجد 3 اعداد نسبيه كنت بعمل ايه؟ كنت بوسع المسافه اللي ما بينهم عن طريق ان انا اجيب كسور مكافاه، فبضرب في 5 يديني 5 على 25، وهنا يديني 10 على 25، فبيكون قدامي مجال واسع. 6 على 25، 7 على 25، 8 على 25، 9 على 25.
تمام؟ فدي نفس الفكرة، الجذر التربيعي مش هيكفي معايا، اطلع للي اكبر منه الجذر التكعيبي، فهتقدر من خلال الجذر التكعيبي انك تحصل على مجموعة اكبر من الجذور. تمام يا شباب؟ تمام تمام. طيب المرة اللي تمام فاتت احنا كنا بنتكلم في حل المعادلات، وقلت لكم خلي بالكم من مجموعة التعويض، انت بتحل في ايه؟ في مجموعة اعداد نسبية ولا مجموعة اعداد غير نسبية؟ لان مثلا لما كان بيجي يقول لي اوجد مجموعة الحل، لما يجي يقول لي هنا اوجد مجموعة الحل في نون ويطلع عندي س بتساوي جذر 3، في الحالة دي كنت لازم أنا أقول له إن مجموعة الحل بتساوي إيه؟ باي. فاي. تمام؟ ولو كان بيقول لي أوجد مجموعة الحل في نون شرطة ولقيت إن الس بتساوي 2، في الحالة دي كنت بقول له إن مجموعة الحل بتساوي اثنين جزء لا التربية الاثنين فاي، فاي كانت فاي بتقول برضه له، كنت بقول له فاي ليه؟ عشان الاثنين لا اثنين عن ينتمي نسبة للاعداد غير النسبيه. تمام؟ فكنت بقول لكم خلي بالكم من مجموعه التعويض اللي انا شغال فيها. تمام؟ كلام جميل. انا دلوقتي في الاعداد الحقيقيه، طالما انا في الاعداد الحقيقيه انا معايا ايه؟ الاثنين. معايا كله، معايا اعداد نسبيه ومعايا اعداد غير نسبيه، يبقى في يعني معظم الحالات هيطلع لي مجموعة حل، إلا في حالة واحدة لو طلع عندي إن الس بيساوي جذر سالب. يبقى في أي حاجة هيطلع عندي حل، إلا في حالة واحدة لو لقيت الس بتساوي جذر سالب 2، جذر سالب 1، جذر سالب 4، الجذر السالب عموما هو لا ينتمي لمجموعة الأعداد الحقيقية، ففي الحالة دي بس هنقول مجموعة الحل بتساوي فاي. مجموعة الحل بتساوي إيه؟ بتساوي فاي. طيب تعالوا مع بعض كده اما نحل مجموعه من المعادلات في مجموعه الاعداد الحقيقيه ونشوف هنحل ازاي. انتوا عاملين ايه؟ انتوا عاملين ايه؟ الحمد الصح. لله. الحمد لله. حضرتك عامل ايه؟ قولوا الحمد الحمد لله، لله. اقول لكم عشان اقول لكم يرحمكم الله. انتوا ساكتين ليه؟ قولوا الحمد لله، اقول لكم يرحمكم الله على طول. يلا تعالوا ما نبدأ هنا. بيقول لي أوجد مجموعة الحل، خلي بالكم من صيغة السؤال لأن السؤال ممكن يقول لي أوجد قيمة س أو أوجد مجموعة الحل. مجموعة الحل يبقى لازم في نهاية السؤال خالص أقول له مجموعة الحل بتساوي إما فاي أو أقول له إيه الناتج، لازم الناتج يتحط صورة مجموعة الحل. في حا دي اللي هي مين؟ اللي هي مجموعة التعويض. يلا بينا. 3 س تربيع زائد 125 بيساوي 221. أول حاجة نعكس ال 125 نرجعها بالسالب. نوديها الطرف الثاني بعكس الإشارة، يبقى 3 س تربيع تساوي 221 ناقص واحد ونص 125، يبقى 3 س تربيع بيساوي 6، 96 ودي كده إيه؟ 90 9، يبقى 96 96. وبعد كده نعمل إيه؟ نقسم على المعامل اللي هو الثلاثة، على ثلاثة على ثلاثة على هيتفضل ثلاثة عندي س الاثنين تربيع قلت بتساوي 32، وبعد كده علشان نوصل لقيمة س هناخد الجذر التربيعي، يبقى قيمة س بتاعتي هتطلع بتساوي 32 تربيع أنا يا سكت مصر. أنا مستني إجابة. انت هو عدد غير نسبي، حطوه في صورة جذر عادي، حطوه في صورة جذر، أنا عايز الناتج بس. أنا عايز احط 38 جذر يعني بتاعه الناتج هيكون س بتساوي كام؟ هذا اساوي 2 جذر اربعة. ما تحسبوهاش على الآلة الحاسبة يا شباب، ما تحسبوهاش على الآلة الحاسبة، قولوا الناتج، قولوه. قولوه قولوه. مستر أيوه. يا مستر نحل يعني لا قولوا لحضرتك قولوا، نقول لحضرتك انا عايز الاجابه. السين هنا بتساوي ولا كام؟ نحله في ورق ونبعته على الشات؟ لا انا عايز السين بتساوي كام؟ يا مستر السين بتساوي 32 جذر تربيعي. جذر 32 صح؟ صح. غلط. زي.
ناسوية مثل موجب أكسجين جذر 32. لا 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 لا، ايه ايه، واحدة واحدة. ها سيم بتساوي ايه؟ ها قلنا لك انت الأكسجين صح، يساوي موجب أو سالب جذر 32. برافو عليك. يبقى السين هنا بتساوي موجب او سالب جذر 32. ماشي يا شباب، السين هنا بتساوي كام؟ موجب او سالب. طالما انا بجيب قيمة سين وباخد الجذر التربيعي، يبقى باخد القيمتين الموجب والسالب. لو جذر تكعيبي القيمة واحدة بس، لو موجب يطلع موجب، لو سالب يطلع ايه؟ سالب. يبقى اذا ده بينتمي لمجموعة الاعداد الحقيقية، فاذا مجموعة الحل بتساوي، نفتح اقواس نكتب جذر 32 وسالب جذر 32 وشكرا، واقفل الاقواس. تمام يا شباب، فهمتوا انا عملت ايه؟ الفكرة كلها ان انا لما خدت الجذر قلت لكم خلي بالك الجذر بيطلع بالقيمتين الموجب والسالب. طيب تعالوا اما نحل رقم 2 برضو مع بعض. 1/6 سينوس 3 ناقص 8 بيساوي 28. اول حاجة هنودي الإشارة هنودي هنودي 8 السالب بعد والمعكس، إشارة هنودي يبقى معايا 1/6 سين أس 3 بيساوي 28. 28 8 اللي هي بتساوي 36 36. ماشي طيب، وبعد كده عايز اتخلص من أضرب السدس، اضرب في كام 6 أضرب عشان في اتخلص من الستة دي؟ يبقى سين أس تكعيب 3 بتساوي 6 في 36 ب 216. 36 طيب عايز الجذر اوصل ستة لقيمة سين، يبقى باخد الجذر الايه؟ التكعيب. التكعيب طيب يبقى السين بتساوي 6 موجب 6 216، موجب موجب أو سالب تكعيب 216. موجب 6 هتساوي 6 6 الجذر التكعيبي 216 اللي هو بيساوي كام؟ اللي هو بيساوي 6 6. وماشي، يبقى اذا مجموعة الحل بيساوي، نفتح اقواس نكتب 6. خلي بالكم من حاجة يا شباب، في المثال الأول الجذر 32 كان نون ولا نون شرط؟ كانون شرطة نون شرطة. طب وهنا كان نون ولا نون شرطة؟ نون هنا نون. نون. وفي الحالتين طلع لي مجموعة حل، لأن النون والنون شرطة بينتموا لمجموعة الأعداد الحقيقية. نون والنون شرطة بينتموا لإيه؟ لمجموعة نون الأعداد تعالى الحقيقية. طيب تعالوا نشوف المثال اللي بعده، 2 س تربيع زائد 6 بيساوي 4. أول خطوة ودي 4 6. زائد 6 بتساوي 10 4 ناقص 6 4 ناقص 6 زائد 6 ولا ناقص 6؟ آخر ناقص 3. 6 6 يبقى 4 ناقص 6 ماشي، يبقى 2 س تربيع بيساوي 4 4 ناقص ناقص 6 6، يبقى 2 س تربيع بيساوي سالب 2 نقسم على الاثنين، سالب 2 يبقى سينوس 2 بيساوي يبقى سالب 1 سين أس 2 بيساوي سالب 1. ولما اخد الجذر التربيعي يبقى السين بتساوي موجب او سالب جذر سالب 1، واذا مجموعة الحل بتساوي ايه؟ فاي ليه؟ عشان فاي هنا ما ينفعش سالب عشان ما ينفعش الجذر التربيعي لعدد سالب، ده لا ينتمي لمجموعة الاعداد الحقيقية. تمام يا شباب؟ فهمنا حل المعادلات الاعداد الحقيقية بتكون ازاي؟ بس كان حضرتك مجموعة الحل اللي هي فاي بتحطها في ليه أقواس فاي؟ ولا لأ؟ عشان الجذر التربيعي هنا العدد الثالث. يا مين؟ عائشة، عائشة بلال، عائشة بلال، المايك عندك فيه مشكلة، فبعد إذنك دايما خلي المايك مقفول. بتقول إيه بقى؟ مين كان بيسأل؟ طيب هنا يا شباب احنا قلنا مجموعة الحل بتساوي فاي، لأن الجذر التربيعي العدد السالب، ما عنديش جذر العدد سالب، ما فيش عددين اضربهم في بعض يدوني قيمه ايه؟ سالبه. مفيش عدد صحيح، مفيش عدد اضربه في نفسه يديني قيمه سالبه، لان حتى لو العدد موجب، موجب في موجب بموجب، لو العدد سالب، سالب في سالب بايه؟ بموجب برضه، فمستحيل اضرب عدد في نفسه يديني ايه؟ يديني سالب. ماشي يا شباب؟ طيب كل واحد يطلع كراسته الجميله اللذيذه المسكره. كل واحد يطلع كراسته يا شباب، يا شباب مصر، ويحلولي. استاذ ينفع عشان ترجع الصفحة اللي قبلها حاضر، الصفحة اللي قبلها اهي.
تمام. يلا يا شباب كله يحل دي. علما بأن س تنتمي إلى مجموعة الأعداد الحقيقية، طالما هنا قال لي لأقرب جزء من 100، يعني هستخدم الآلة الحاسبة، ولما يكون في جذور هنوجد الناتج بتاعها، هنشوفه بكام. تعالوا نشوف أول سؤال، س تربيع ناقص 6، أول خطوة بنعملها، أول خطوة بنعملها بننقل السين الطرف الثالث بعكس الإشارة، تسعة وستة. يبقى س تربيع بيساوي 6، وبعد كده بناخد الجذر التربيعي، يبقى س بتساوي موجب أو سالب جاب جذر أو سالب 6، جاب ستة. نحسبها على الآلة الحاسبة بتاعتنا ونشوف الناتج هيطلع بكام. تمام، أنا لما أجيب دلوقتي لسه الآلة عايزة الحاسبة أطلع بتاعتي، 244 من 100. أدي جذر 6 بيساوي، لو ظهرت معانا على الآلة الحاسبة بالشكل ده يا شباب، الشاشة دلوقتي ظاهرة والقلم أو الآلة الحاسبة ظاهرة معاكم صح؟ طيب أنا عندي هنا دلوقتي جذر الستة دي، عايز أحولها من دوس الشكل على ده، الاس. ندوس على الإس دي، يبقى 2 علامة 4 4 واللي جنبه 9، التسعة دي تزود الأربعة يبقى تخليها خمسة كام؟ 5. تمام، خمسة يبقى 2 و45 خمسة وأربعين من مية مرة بالموجب ومرة بالإيه؟ بالسالب، بالسالب. يبقى دي بتساوي موجب أو سالب 2 و45، يبقى إذا مجموعة الحل بتساوي 2 و45 وسالب 2 وأربعين و45 ونقفل القوس. ده بالنسبة للسؤال الأول. طب تعالوا نشوف السؤال الثاني. السؤال الثاني هنا 3 على الأربعة س تربيع بيساوي 24، نضرب طرفين في وسطين، يبقى س في تربيع نص اتنين بيساوي 24 يساوي 24 في 4 في على أربعة لتلاتة. 3، على الثلاثة فيها الواحد، على الثلاثة فيها الثمانية، يعني بتساوي 32. هناخد الجذر 32 التربيعي، يبقى س بتساوي موجب أو سالب موجب جذر أو سالب 32، تلاتين اللي هي بتساوي كام يا شباب؟ جذر 65 من 100. 32 بيساوي 5 66 من 100. يبقى إذن مجموعة تنتمي الحل للطاقة بتساوي 5 66 وسالب 5 و66. و66%. طيب السؤال الثالث، نص س تربيع ناقص 5 بيساوي 0. ننقل للطرف الثاني، تبقى نص س تربيع بتساوي 5، س تربيع بتساوي 10، 10 ناخد الجذر، يبقى س بتساوي يبقى س موجب بتساوي او موجب أو سالب سالب جذر 10، اللي 10. هي تطلع بكام؟ 3 و16 من 100. 3 و16 من 100، يبقى س بتساوي موجب او سالب 3 و16، يبقى نحط مجموعة الحل بتاعتنا 3 بتساوي و16 موجب 3 من 100 وسالب وسالب 3 3 و16. و16 من 100. اللي بعدها 5 س أس 3 زائد 3، 5 س 3 بتساوي 2 ناقص 3. هننقل بعكس الإشارة، يبقى 5 س أس 3 بيساوي بتساوي سالب 3 1، سالب 1 2 ناقص ماشي؟ 3 وبعد كده س أس 3 بتساوي سالب 1 على 5، ناخد الجذر التكعيبي، يبقى فاي يا مستر، فاي لا، عشان الجذر فاي التكعيبي عادي، ده لما جذر الجذر تكعيبي التربيعي هو بس اللي ما ينفعش. بالظبط. يبقى دي لما اجي احسبها بقى ازاي هبينها على الآلة الحاسبة، هعمل شيفت وبعد كده الجذر، هلاقي الثلاثة اللي ظهرت فوق الجذر دي، ماشي، وتحت الجذر هنعمل كسر سالب 1 وننزل تحت على 5، الناتج بتاعي هيطلع بيساوي كام؟ سالب 58 من 100 بس. يبقى س بتساوي سالب 58 من 100، إذن مجموعة الحل بتساوي
نفتح باي أقلس سالب سالب 58 من 100، قلت لكم بيكون في عندي حل لأن ده جذر تكعيبي مش جذر تربيعي. تمام يا شباب؟ حد فيهم حاجة؟ مستر حدش فيهم شكرا. حاجة خالص؟ حدش فيهم حاجة خالص؟ لا ماشي. فهمنا ماشي. نكتفي بهذا القدر فهمنا إن يا شاء الله الحصة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع شكرا السلامة. عليكم. عليكم السلام السلام. عليكم ورحمة الله مع السلامة. وبركاته.